بابوني ومتيسي. ده البصباص بتاع النسوان اللي طول ما انت ماشيه معاه تلاقي نفسك بتلفي 360 درجه حوالين نفسك، خايفه يبص شمال يبص يمين، تبعتيه يجيب حاجه بس من العربيه قبل ما ينزل الاسانسير ويدخل مدخل العماره، يفتح العربيه ويطلع يكون ضرب 3 تليفونات وعلق اللي في الاسانسير، ويمكن يطلع شقه تانية يغيب فوق يومين وينزل لك تاني. ده مش مضمون، ده تعديه قبل ما ينزل وتوزنيه، لانه هيرجع يا زايد يا ناقص، غالبا هيرجع ناقص. ده تخلي بالك منه قوي، ده هيتولك هيجننك. ده بقى مؤمن بايه؟ انه عايز يتجوز واحده عشان البيت والاولاد والعيال، ودي شبه امه، واحده يخرج بيها ويتفسح بيها ويسهر بيها ويسافر بيها ويطلع بيها اوروبا والهمبكه، وواحده تانية مثقفه بتفهم لذيذه هانم بنضاره عشان ياخد ويدي ويفضفض على حجرها وتحل له مشاكله، وواحده رابعه ترقص له. دي بيروح لها بالليل الحمراء، واحده عشان تروق له دماغه، دي الانترتينمنت بتاعته، وواحده بقى خمسه دي احتياطي، وثلاثه مكتم عليهم. وبعدين هو ماشي يا حبيبي بيتكعبل، وكل ما تيجي تواجهيه او تعملي كبسه تقول انا شفت انا ده لا اهو ده لو اتكعبل فيا هعلم امه الادب. والله العظيم بالروب اللي انت لابساه ده، بالروب القطيفه اللي انت لابساه ده هتعلميه بده؟ ايوه طبعا، ربع المحاماه، الروب بس، روب المحاماه هتعلمه بالروب بس. ده الروب ده انتهى على فكره، انتهى من السوق القطيفه المقلمه دي. ده من سنة كام؟ لا ما هي هتعيد، ده من ايام الهجره هتعيد ايام جوازها، هتعيد متجوزه من زمان قوي ولسه ما دابش. انتوا ما بتغسلوش في البيت؟ ما بتغسلوش الهدوم؟ ده ياباني، ايه المشكلة؟ ده اليابان لما كنت هناك، هوكا مكا سكا مكا حياك الله. ابعدي عن النوع المتيسي، تسلمي لانه هيدوخك.